يطالبون من السلطات المحلية بعدم نقل أشغال حفر البئر الارتوازي لنقطة أخرى، حيث أكد السكان أو صرح السكان أن الموقع الأول مساعد لهم بحكم أن سكناتهم قريبة له، ما يسهل لهم عملية التزود بالمياه دون تكبد عناء التنقل لأماكن بعيدة. التغطية لعبد العالي رحومة. وليه كان راحت العين من هنا؟ راح نروح له حتى احنا ما عندناش الماء بكل. عندنا الصنده هذه وين راهو غشهم تقطع وجلودهم شهبت. انا نطلبوا من السلطات المحليه اللي كانت تسمع فينا راهي تراعينا بعين الاعتبار. تخليناش القريه كما هذه محرومه كما مدت السنين اللي فاتت وكما الايامات اللي فاتت اللي يقولوا محرومه من المياه. جرينا عليها وتثبت المشروع وجي مشروع من بعد بدت 10 ايام وهي تخدم ولا 15 يوم هنا. مشوا فيها 40 يوم. 40 متر مشوا فيها. 40 متر من بعد جانا مشكل ما عرفناش فيه. شهر خرجت هنا وتخدم لين باش يحولوها للبراشمه الفوق. وحوالي 4 5 كيلو على البلاد. وقال لك نجيب لكم تو يقومكم. احنا وقفه احتجاجيه هذه على لين ما تروحش. كمل في بلاصتها. ما عندناش وين عاد تروح. واليوم رانا لليوم رانا ما كانش الماء. قال لك باش نبدلوها منها 7 كيلو. بدلوها 7 كيلو وزيدوا يمشوا منها غري اخرى 10 كيلو وراها مغادي باش تسقي معنا. ما عادش تقيمنا العين هذه وين؟ احنا 7 كيلو من هنا يبدلوا العين هذه وين 7 كيلو وجينا الماء ما عادش يلحقنا الماء هذا.